دراسة الإمكانيات المادية والفنية وأيضا دراسة الجدوى لفتح منافذ جديدة في كردستان تتمثل بمنفذي سيرامبن وكيليه على الحدود العراقية الإيرانية ورفع توصيات إلى الجهات المختصة لغرض المصادقة عليها واعتبارهما منافذ رسمية تدخل إلى قائمة المنافذ الحدودية العراقية. تكليف لجنة لغرض دراسة جدوى فتح المنافذ الموجودة حاليا اللي معترف فيها من قبل الإقليم وغير معترف فيها من قبل الحكومة الاتحادية. هذه اللجنة راح ترفع توصية للسيد رئيس الوزراء بجدوى أو عدم جدوى هذه المنافذ، وبالتالي القرار متروك للسيد رئيس الوزراء. أي منفذ حدودي يجب أن تكون فيه بنى تحتية متكاملة وآلية عمل تابعة للقوانين الصادرة من الحكومة الاتحادية. الجانب الكردي أوضح أن فتح هذه المعابر يصب في مصلحة العراق والإقليم من الناحية الاقتصادية، وإنها تدخل في اجتماعات مع الحكومة العراقية من أجل الاعتراف بهذين المنفذين. حاولت فتح منفذين سيرامبن وكيلي على حدود الإيرانية العراقية، هل يتم فتحها لمصلحة العراق والأقليم كردستان بها جدوى اقتصادية؟ فزارت المنفذين وتوصلنا إلى اتفاق شفهي. خطوات مستمرة لتدعيم العلاقة بين المركز والإقليم، وقد تعتبر هذه الخطوة مكملة لسلسلة الاجتماعات بين الطرفين لحلحلة الأزمة التي طالت وأضرت بالجميع. فتح معابر ومنافذ حدودية جديدة في كردستان وتحت إشراف حكومي ربما يعزز العلاقة الثنائية بين الطرفين ويطوي صفحة الخلافات والمقاطعات نهائيا. مصطفى حمدي، قناة رشيد الفضائية، بغداد.